عشان يعيد مهمت علشان اغتصب قيومه في ميديا وكل خانه برد الدم وتخليك مكانه عايش في الشارع عربي زيي ومهما تدور مش هتلاقي صاحب زيي ولحد ما نوصل للحريه انا هفضل جنبك للنهايه ومن البدايه يا صاحبي انا بايع القضيه تعب عليا انا ارهابي لما اقود هتموت عدائي وكمان اكيد هيكون اسلامي على انا دايما دمي حامي هتختار ايه لو كنت مكاني من اصحابي من عدائي ما بامنش من اكلابي ماتوا احبابي من غيرهم صعب ايامي مفيش طريق نرجع تاني كلها امان اشوفهم تاني حرام تغير الاسامي بس فايت غني يا تعيش بتعاني اسطورة بتعاني في وقت الخطر وعباني لو حسيت بتحب في يوم تسمعني بتكل في وقت الخطر بعني بس بحكم عرفاني مش علاني من لما بروح ملحاني خايفين من ايه ده كلام اغاني وانا راسي دماغي اخترت كلامي ولعت جواني في ايامي بعاني احلامي تتلاشى مع ايامي ومحدش تم في يوم جميله ولا حد مراعي ضميره طب كتر خيره الصبر جبال والاخر العمر والله اكبر دايما هنا بيدو الامر من قبل وبعد ايام تتعاد في الجنه نشوف السعد ماشيه هنا بالحمد في الخيمة عمود دايما موجود شدله بالجود وامن نفسه بالجنود في قلوبنا الجيش موجود ويا ريت ايامكم دي ما تعود ولحد الموت هنعيشها جنود في الغابة سود اوعى في يوم على الحق تحود قول الحق لو هتموت علي الصوت ايام بتفوت شعب كبير عايش مكبوت وقانون محطوط الدم محدود ورغم كل الضغوط كده وكده هتموت وانا لسه بناضل حاول تفضل راجل وانا هفضل جنبك ثابت حواليا الناس بتموت حرية ارواحنا في التابوت ولو عالموت هيفوت هيفوت بتخاف من ايه كلنا هنموت اوعى في يوم تأجل لو وقع تقوم وكمل وجوه الناس اتأمن احزان في وشوش بتعلم ويموت بقى يا معلم المعلم ولا يتعلم من اول جولة خفيفة هتسلم عرر وطنك وافضل احلم.